رح نحكي عن الفكرة الأخيرة تقريبا بموضوع الطبيعة البشرية اللي هي الصورة السلبية. بقى الصورة السلبية مثل ما حكيت لكم، الصورة السلبية هي الشرور الموجودة عند البشر، تمام؟ سلبية البشر حسب منظرين الفلاسفة بتقول إنه أول شيء، أول فكرة إنه الإنسان مفطور على نزعات حيوانية غرائزية مستوطنة بداخله تنتظر فرصة تعبيري عن ذاتها، وهي واحدة عند كل البشر. أخوتنا بالله، شو بيعتبروا هدول الجماعة؟ إنه نحنا كبشر والإنسان بشكل عام عنده نزعات حيوانية غرائزية. يعني مثلا شفتوا كيف الحيوانات بتاكل بعضها بالغابة، افتراس وما افتراس وهيك، خلق ليفترس، تمام؟ فهدول العلماء اللي نظروا للطبيعة البشرية بالصورة السلبية فبيقولوا انه الإنسان في عنده بفطرته بتكوينه في عنده غرائز حيوانية قاعدة بداخله مستوطنة تنتظر فرصها للتعبير عن ذاتها، وهي واحدة عند كل البشر. يعني ما في حدا خالص من هي الفكرة أبدا. والله ما بعرف يعني إن هيك بصفهم فيها، إنه يا ترى عن جد ولا لا. يعني مثلا هلأ نحن بحالتنا مثلا اللي نحن يعني متعرضين لها بالثورة السورية، ما حسيت إنه ممكن أحيانا تحس عن جد إنه في أحيانا بتشوف بشر وتصرفاتهم بتقول يا الله هدول عن جد بشر أو لا؟ خصوصا موضوع مثلا الاعتقالات أو التعذيب أو أحيانا المجازر أو هيك. يعني أحيانا نحن منفكر إنه يا ترى هدول، دائما هيك بيخطر ببالنا إنه هدول في عندهم حس بشري ولا هن فقط وحوش، في يعني هيك بس. يعني ممكن يعني إنه يا ترى هالإنسان عن جد هو في عنده هي الفطرة الكتير شريرة؟ شو برأيكم؟ بلانسي هالفترة كتير منقول هالكلمة إنه صحيح هدول بني آدمين. عن جد أحيانا سبحان الله واحد إنه بيستغرب إنه شو هالتصرف اللي ممكن يطلع. سبحان الله. يعني هلأ بنكمل نشوف نحنا كيف ممكن، إذا هي الشغلة موجودة فينا كيف ممكن نتخلص منها، أو خلينا نقول نخليها مخباية. إذا هي موجودة بغرائزنا خليها إنه تضل مخباية. سبحان الله، هي غريزة شيطانية يعني بالنهاية، إذا نحنا بدنا نحكي بمنظور إسلامي. يعني الفكرة الثانية بقى، هات ولا نشوف، قال الإنسان مفطور على حب الأنانية والسيطرة والعدوان. هيك أنانية وحب السيطرة والعدوان، الإنسان مفطور على الأنانية وحب السيطرة والعدوان. هي الشغلة الثالثة السلبية بالطبيعة البشرية. وبيقولوا إنه الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يفعل الشر من أجل الشر. سبحان الله عن جد. يعني بيقولوا إنه هن الحيوانات ما بتقتل إلا لتاكل أو لتدافع عن نفسها. يعني مثلا ما بتشوف أسد اصطاد غزال بس مشان هيك جاي عباله، يعني بيصطاده بيقتله وبيحمل حاله وبيروح. لا، هو بيكون جوعان بيروح بيصطاده بياكله. بس أحيانا شفنا عند البشر تصرفات أبشع من هيك بيصير، موضوع القتل فقط لأجل القتل. يعني إنه هيك بيقتلك وبيمشي عادي بشردك عادي بس لأجل التشريد، شيء فوق الوحوش. كمان بتأيدوني بهي الفكرة ولا لا؟ بلا أنسي أنسي إيه من أيدي يا إلهي، وليه صرنا نخاف من حالنا؟ النجوة الطبيعة البشرية اللي بتخوف هاي. هلا كنا بأحلانا اجتماعية وثقافية وعن الله علينا، شو جابنا لهون على الصورة السلبية وليه بتخوف؟ إذا الصورة السلبية بالنسبة للبشر أصدقائي إنه ممكن يكون في عنده نزعات حيوانية غرائزية مستوطنة عم تستنى الفرصة لتطلع، أو إنه الإنسان مفطور على الأنانية وحب السيطرة والعدوان، وإنه الإنسان بيفعل الشر فقط من أجل الشر، يجي عباله يقتل لمجرد القتل فقط، تمام؟ كمان بالحديث عن الصورة السلبية للطبيعة البشرية أصدقائي، حاكي لكم عن نقطتين مهمات. النقطة الأولى بيقولوا إنه ضبط الغرائز نجاحه نسبي. هدول الجماعة متشائمين كتير يا جماعة، خالص هيك شو بيقولوا سودوها بوشنا. ضبط الغرائز هي اللي عم نحكي عنها، هي الثلاثة والأربعة اللي حكينا عنهم هدول اللي كتير شريرين، ضبطهم نجاحه نسبي. يعني ما بصير في نجاح بنسبة 100%، لا، لأنه يعني ممكن إحنا إذا بدنا نضبط الغرائز ونوجهها أو إنه نحيدها عن مسارها عبر شو ممكن وسائل الحضارة والمدنية والنظم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، في كتير شغلات موجودة مثلا بحياتنا بتضبط لنا هي الغرائز. يعني إحنا في عندنا دين، يلي ما عنده دين في عنده قانون يا أخي،
مثلا الجماعة اللي ما عندهم دين ما بيدينوا بدين معين، في عندهم قانون مجتمعي، يعني أنا ما فيني أسرق على كيفي وأضرب على كيفي وأقتل على كيفي، في قانون. في ناس بتدين بالقانون الإلهي اللي هو الدين بشكل عام، تمام؟ فهدول جماعة ضبط الغرائز نجاحه نسبي، إنه مهما كان في عندكم أخلاق، مهما كان في عندكم قيم اجتماعية، نظم دينية، وسائل حضارة ومدنية، عم ساعد جهد هدول الشغلات لأنه تضبط الغرائز، فإن الغرائز الشريرة يمكن أن تظهر وترجع مثل ما هي. تمام؟ فهمت فكرة إنه ضبط الغرائز نجاحه نسبي؟ تمام أنسي. يعني أنا إذا بجيب لكم مثلا بالصح والخطأ وبقول لكم ضبط الغرائز يمكن نجاحه بشكل كامل، صح ولا خطأ؟ أنسي خطأ. أنسي خطأ. أنسي طيب ليش خطأ. ليش يا ترى خطأ حسب هدول الجماعة اللي عم يحكوا عن الصورة السلبية؟ ليش؟ شو طيب نجاحه نسبي أنسي. تمام، نجاحه نسبي كيف يعني؟ يعني قد ما يعني 100%. تمام، يعني قد ما استعملنا وسائل لأنه نضبطه شو رح يصير؟ رح تكون النتيجة النسبية إنه ما تحقيق كامل كامل ورح يتفلت. يعني قد ما نحن مثلا هيك ضبطنا ضبطنا ضبطنا، مثل الراسور، شايفين الراسور؟ شو بسموه انت؟ الراسور أو النابض يعني؟ نابض. نعم. إيه تمام. إذا نحن مثلا شو عملنا؟ جبنا هدول القيم الاجتماعية، تعالوا نتخيل، والحضارة والمدنية والأخلاق والدين وكل شيء، وجابوا هيك وتخيلوا إنه الغرائز هي مين؟ هي النابض. جبنا كل هدول وصلنا نضغط 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 نضغط، أول ما بنقيم إيدنا، يعني بنقيم هدول تبع الوسائل والحضارة والأخلاق والاجتماع والدين، شو بيصير بالنابض؟ أول ما بنقيم إيدنا شو بيصير؟ رح يرجع بيطير هيك، بيطير بخلقتنا، بيصير بوشنا، تمام؟ فبالتالي يعني هي الفكرة، إنه الغرائز نجاح ضبطة بشكل كامل هو أمر نسبي ونجاحه غير مضمون، تمام؟ ليش؟ قال لأنه هي الغرائز الشريرة فطرية وراسخة في الطبيعة البشرية، فطرية وراسخة في الطبيعة البشرية، هيك حسب حكيهم. فكرة ثانية، قال الحرب توقظ وحشية الغرائز الشريرة النائمة. سبحان الله، بتحسوا هالكلام موجه لإلنا. بيقولوا إنه الحروب توقظ وحشية الغرائز الشريرة النائمة، والدليل إنه في متتبعين لسير الحروب والناس أثناء الحروب، فلقوا إنه الشخص يلي بيكون حمل وديع أثناء الحرب ممكن يتحول إلى وحش كاسر لا يقف في وجهه لا رادع ديني ولا وازع أخلاقي ولا ضبط اجتماعي ولا من يحزن. هيك كمان حسب رأيه. فهمتوا الفكرة؟ تمام أنسي. تمام. إذن خلينا نرجع نعيد بالصورة السلبية. أول شيء حكولنا كم صورة هيك بيفتحوا النفس وبيشهوا عن الإنسان وشو في عنده صفات، تمام؟ وبعدين هون أتبعوهم بفكرتين أساسيات، اللي هي إنه ضبط الغرائز نسبي وما في نجاحه مو كامل، وحكوا بأثناء الحروب إنه درسوا البشر فلقوا إنه في أحياناً أشخاص ممكن يكون لك إنه ما بتقيمه ونقرضه، لك هذا الزلمة الآدمي اللي مثل الحمل الوديع بلحظة من اللحظات ممكن أثناء الحروب يعني بيطلع من داخله وحش كاسر، تمام؟ لا يقف في وجهه، بقى هذا الزلمة اللي كنا على أساس إنه هو وديع وآدمي ومدري شو، لا عاد يوقف في وشه لا رادع ديني ولا وازع أخلاقي ولا عرف ولا عادات ولا مجتمع ولا حدا. هي كمان من الصورة السلبية للطبيعة البشرية.